خلاص احترق. طبعا ده اخر فتره، فتبقى الواحد عنده مزاج كده بيشرح بالروح. لما الواحد بيشرح بالروح بيشرح بسرعه، فانا عايز اشرح بالروح. طيب ده كده بالنسبه للحركه على مين؟ على الخط. الحركه على المنحنى بتقابلنا ثلاث احداثيات، انت اخذت منهم اثنين المره اللي فاتت مظبوط؟ كان اولهم الكارتيزيان او الريكتانجولار كومبوننتس او كوردينيتس اللي هي المركبات الكارتيزيه اللي هي اكس ومين؟ واو. عشان هراجع الكلام ده تاني، بس هقوله انا هراجع من ابدا التمرين، هبدا من اوله بس هراجع بس كده اللي انت اخذته. واخذت البولر كوردينيت اللي هي الثلاثه القطبيه اللي هي كانت الار ومين؟ والسي. فبالتالي انا لما اقول لك كيرف لينير موشن يعني بقول لك ثلاث احداثيات. اول واحد فيهم مين؟ اسمه الكارتيزيان كوردينيت. مش هكملها خلاص كده. المركبات الاحداثيات ايه؟ الكارتيزيه اللي هي ايه الفاليبل اللي عندك؟ اللي هي اكس وواي. يعني انا كده عندي منحنى البارتكلز موفز along path تحرك على منحنى، فبالتالي انا لما بقيسه البوزيشن بتاعته بقيسها من الاوريجن اللي هي الزيرو والزيرو من خلال الاحداثيات اكس ومين وواي. خلاص الكلام ده. فبالتالي انا لو عايز اعرف سرعه البارتكل دي من الاوريجن، فبقوم مادد خط كده بسميها الار. الار ده احنا بنسميه متجه الموضع البوزيشن فيكتور. ليه؟ لانه بيتقاس من مين؟ من نقطه الاصل. خلاص عشان كده بنسميه بوزيشن فيكتور، متجه ايه؟ موضع. طيب الار ده اقدر اجيبه لو عرفت الاكس والواي. لو انا عرفت الاكس والواي فبالتالي بقى الار عباره عن مين؟ عباره عن بدايه كمتجه، البدايه النهايه ناقص ايه؟ ناقص البدايه، يبقى اكس ناقص صفر يديني اكس في اتجاه مين؟ الار. يبقى انا القوانين اللي انا عايزها في الكارتيزيان ان احنا عندنا الار كفيكتور الار فيكتور عبارة عن اكس في اتجاه الار زائد واي في اتجاه الجي. في مشكلة في ده؟ لو كل من الاكس والواي طبعا بيعتمدوا على الزمن. بص القصة عاملة ازاي؟ كل واحد ليه اوريجن معين. انا الاوريجن بتاعي في البيت بتاعي، ده انا كل مرة بروح واجي عليه. يبقى انا بقيس منه، اخدت من هنا كام؟ رحت الكلية في ساعة ونص، ممكن اروح في ساعة الا ربع، ممكن اروح نفس الشخص، ممكن اروح في نص ساعة. بناء على ايه؟ على العوائق اللي بتقابل. ممكن امشي بسرعة منتظمة، ممكن امشي بسرعة متغيرة، ممكن امشي مسافات. يبقى طيب مين اللي بيغيرني كل شوية؟ انت بتقول مين؟ ما بتقولش غير حاجة واحدة بس، اسمه ايه طيب؟ زمن. والله انا مشيت لحد ركبت المواصلة اخدت 10 دقايق. قعدت في المواصلة دي 5 دقايق، اتحركت بعدها بدأت بعد العشر دقايق 20 دقيقة، وصلت الكلية بتاعتي قعدت في المكان، رحت شادد خط من البيت لحد الكلية بتاعتي سميت الأوبر. عايز احسب بقى السرعة عند كل مكان، يبقى انا ربطت البوزيشن بتاعي بمين؟ بالإكس ومين؟ والواي. وكل من إكس وواي ديبندس لمين؟ للتايم. كل من الاكس والواي بيعتمد على مين؟ على الزمن. في مشكله كده يا حضره؟ فبقى عندي الاكس والواي بيتغيروا بتغير مين؟ موضعهم بيتغير بيعتمد على مين؟ فانا لو انا عارف ايكويشن معينه الزمن اللي بيتغير بيه الاكس، خلاص يبقى انا عرفت السرعه بتاعت اكس عند كل مكان. لو انا عارف الزمن اللي بيتغير بيه مع واي في كل مكان كجنرال، يبقى انا جبت مين؟ جبت الواي، السرعة في اتجاه واي في كل ايه؟ في مشكلة كده حضرتك؟ فبالتالي بقى عندك الار دوت اللي هي تفاضل الار بالنسبة للزمن هنسميها السرعة، بقت عبارة عن تفاضل الاكس بالنسبة للزمن اكس. طبعا احنا اتفقنا اكس وعليها نقطة
معناها التفاضل بالنسبه لمين؟ للزمن. في اتجاه الاي زائد واي دوت في اتجاه الجي. لو حبينا نجيب قيمه السرعه نفسها، قيمه السرعه نفسها، فهتلاقيها بتساوي جذر التربيعي اكس دوت سكوير بلس واي دوت سكوير. في مشكله كده؟ طيب لو عايز اجيب الدايركشن بتاعه السرعه هلاقيها بتساوي مين؟ واي دوت على مين؟ على الاكس. نفس الكلام بالنسبه للعجله، فبتساوي اكس دبل دوت في اتجاه الاي زائد واي دبل دوت في اتجاه مين؟ الجي. ده بالنسبه لاول نوع من ايه؟ من الاحداثيه. طبعا مش هحل عليه، هو حل لك سؤال وانت باقي لك منهم خمسه هتحلهم انت. في سؤال مش عارفه هتقابلني، تقابل اي حد من الناس الخاصه بالماده. خلاص كده اوكي، انا هبدا احل النوع الثاني. النوع الثاني هو بيقول لك ايه؟ اسمه البولر، او يعني بولر كوردينيتس ماشي. راديان يعني في اتجاه الراديان اللي هي اتجاه الار، اند ترانسفيرس كومبوننت كوردينيت. يعني ايه ده؟ يعني اللي في اتجاه الار والعكسي العمودي عليه. خلاص كده؟ اللي هو على الرسم مين؟ اللي هي كده الفان على الرسم. انا عندي الار اهي، مين الفاريبل بتاعتي؟ الار والثيتا. وانا بعتمد على مين؟ على ار والثيتا، الزاويه مع الافق ثيتا. يبقى انا كده الفاريبل عندي ار وثيتا. الاحداثيات بتاع ايه؟ خلاص المتجهات بتاعت الوحده، ما انا عندي هنا اكس ومين؟ وواي. بقى عندي هنا واحده في اتجاه الار بسميها اي او، والعمودي عليها في اتجاه زياده السيتا هنسميها اي سيتا. في مشكله في كده؟ فبالتالي انا عندي الفاريانس اللي انا هشتغل عليها اسمها ار وسيتا. طيب لو جيت هكتب شكل الار كفيكتور هتبقى عباره عن الار كقيمه، مش الار ده منطبق على الريديان، الار اللي بتاعتي الفيكتور دي منطبقه على الار، فبقى بتساوي ار في اتجاه مين؟ الاي ار. المشكله في كده؟ هكتب القوانين على طول وهستنتجها الناحيه الثانيه. الاستنتاج مش مطالب بيه، بس بحيث انت تبقى عارف. والله انت عجبك اسالني فيه، ماشي. مش عجبك وعايز تحفظ، من نوع الناس عايز تحفظ احفظها، مفيش مشكله، فدي حاجه حريه ليك. فيها سؤال في الاثبات مش هسالك في الاثبات. خلاص احترق؟ طيب ايه السرعه؟ بقت عباره عن ار دوت في اتجاه الاي ار، ما ده كده بقى حاصل ضرب دالتين. حاصل ضرب ايه؟ بقى الاول تفاضل الاول في الثاني زائد الاول في تفاضل الثاني دي اي ار باي دي تي. ده كده هيديني كده ار دوت في اتجاه الاي ار زائد ار، وده ايكوال سيتا دوت في اتجاه الاي سيتا. بقت ار سيتا دوت في اتجاه الاي سيتا. ده دي منين؟ جه من هنا، البارتكلز كان موجود عند مكان وراح نقل مكان تاني. طبعا واحد بكره يسالني سؤال يقول لي انا ليه ما اعتبرتش التفاضل بتاع الاي ار بالنسبه للزمن بيساوي زيرو زي الاي؟ هقول لك، لان الاي ده ثابت ما بيدورش. انا عندي من ده منحنى اللي احنا بنسميه الاوريجنال بتاعنا. الاي قيمته بتساوي يعني قيمته بواحد، والاي ده هو اكس ما بيتغيرش. انما الاي ار ده بيتغير بتغير الموضع، كل ما ارسم كل ما اروح عند حته او مرسم اي ار واي سيتا، هل الار ثابته مكانها في كل مكان؟ لا، انت عارف ان الاكس ده افقي دايما. طب الار ده اي ار ده ممكن يبقى افقي، ممكن يبقى راسي، ممكن يبقى يعني متغير، ممكن يبقى مايل بزاويه سيتا، ممكن يبقى جاي كده بزاويه 45 بزاويه 30
بقى مكانه هنا في كل زاوية متغير ولا مكانه ثابت؟ مكانه متغير. يبقى اذا الاي ار بقى يعتمد على الزمن ولا ما بيعتمدش على الزمن؟ بيعتمد على الزمن. انما الاكس والواي في كل مره انا باجي اهو واخد الاورجن يبقى ده اسمه اكس هورزونتال، ده اسمه واي فيرتيكال. يبقى بقى ده بقى ثابت ولا مش ثابت؟ بقى ثابت. في مشكله كده حضرتك؟ تمام. طيب ده ازاي الدي اي ار باي دي تي ازاي بقت بتساوي سيتا دوت في الاي سيتا؟ جت ازاي؟ طبعا الاثبات ده ممكن اثبته من طريقه. حلو، انا اثبته بطريقه سهله برضه، سهله جدا. انت عندك ادم منحنى اهو، نقلته بقى هنا، ده اسمه اي ار، تمام. حولته هنا، ده الاوريجين، ده الزيرو الزيرو. حولته مكان تاني فسميته هنا كده كام؟ اي ار شارت. ما بقاش اسمه اي ار، بقى اسمه اي ار شارت. خلاص ما علينا بقى من دول. الزاويه دي بقى اسمها دلتا سيتا. ما ده سيتا خد منه، دورته زاويه صغيره جدا فسميته دلتا. ايه بقى الفرق ما بين المتجهين مع بعض؟ دلتا ايه؟ دلتا سيتا، حاجه صغيره جدا. في مشكله في كده؟ فبالتالي انا لو جيت اكتب شكل الفيكتور هيبقى عندي اي ار شرطه، اي ار زائد الدلتا اي ار، ده زائد المتجه ده يديني ده كمحصله. في مشكله؟ يعني ده زائد ده قفل كده المحصله بتاعتي. في مشكله؟ فبقى عندي اي ار زائد الدلتا اي ار يديني مين؟ الاي ار شرطه. حلو الكلام؟ والدلتا سيتا دي اقل من الواحد، اقل بكثير من الواحد. في مشكله في كده؟ هو ده الوحيد اللي هيتعمل والباقي كله زي. يعني انا مش هضطر اعمل دلتا سيتا، ما خلاص هتبقى نفس الكلام. يعني انا لما اضرب الناحيه الثانيه دي اي سيتا هي نفسها نفس الكلام ده. يعني انت لو فهمتها مره هتفهم الكل. طيب بالتالي انا عندي ده، لان ده صغير جدا، صغير قوي، اللي هي الدلتا اي ار صغيره جدا، صغيره جدا، صغيره خالص. مين قال ان هي صغيره؟ الدلتا سيتا صغيره خالص، فبالتالي عندي مين؟ الدلتا اي ار صغيره خالص. حلو الكلام؟ فبالتالي ده انا بعتبره، انا بكونسيدر ان ده عمودي على مين؟ على الاي ار. حلو الكلام؟ طالما ده عمودي على الاي ار يبقى بقى في اتجاه مين؟ الاي سيتا. ما انا عندي الاي ار، مين اللي عمودي عليها؟ هو الاي سيتا. خلاص كده؟ يبقى طالما ده صغير قوي بقى عمودي على ده بقى في اتجاه ده. خلصت؟ انت لو فهمت انا خلصت الاسباب. يبقى بالتالي عندك تان، ماشي، بقى عندك دلتا اي ار متجه بقى عباره عن ايه؟ قيمته دلتا اي ار وهضربه في مين؟ في اتجاه الاي سيتا. فاكرين لما كنا بنقول 200 موجوده بتوازي محور واي بقت 200 جي، 300 موجوده في اي مكان بس بتوازي محور اكس زد كنا بنقول 300 كي، 400 دي كانت بتوازي محور اكس في اي مكان كنا بنقول 400 غلط. طالما بتوازيها يبقى بنضربها في المتجه الوحده اللي هي ايه؟ ليه في المتجه قيمته في متجه الوحده للمحور اللي هي بايه؟ بتوازيه. في مشكله في كده؟ بقى انا عايز احسب لي ده بقى. احسبه ازاي؟ من تان الزاويه دي هلاقي تان سيتا، تان دلتا سيتا بقت عباره عن دلتا اي ار اللي هي المقابل كقيمه مقسومه على قيمه المتجه ده بقت واحد. والتان دلتا سيتا لانها اقل بكثير من الواحد فالتان دلتا سيتا هي نفسها الدلتا سيتا. يبقى انا عندي بقى الدلتا سيتا هي نفسها الدلتا اي ار. اقوم اعوض بيها هنا يبقى بالتالي بقى عندي دلتا اي ار المتجه هنا الفيكتور عباره عن الدلتا سيتا في اتجاه الاي سيتا. لما اقسم انا على الدلتا سيتا بستخدم قانون اسمه قانون التفاضل، فاكرينه؟ اللي هو كان يقول لك ايه؟ ليميت دلتا واي على دلتا اكس، لما دلتا اكس تقول للزيرو يديني مين؟ الدي واي على مين؟ على دي اكس.
فلما ناخد الليمت لما الدلتا سيتا تقول لي الزيرو يبقى ناخد الليمت لما الدلتا سيتا تقول لي الزيرو بقى عندي دي اي ار وهقسم على الدي سيتا او ده الناحيه الثانيه ثاني بقى الدي سيتا في اتجاه الدي سيتا. لما اقسم ده على الدي تي وده على الدي تي هيديني ده. يبقى انا الاستفاده كل الحته العاطله الوحيد عندي اللي هو ده. طالما انا جبت ده خلص عندي بقيت في كل حاجه بيت الرب. صعبه؟ مش هتيجي امتحان. خلاص هي مش هتيجي في امتحان بس انا ما بحبش اشرح حاجه من غير ما اثبتها. خلاص كده؟ انما مش هتيجي في امتحان. فاللي فهمها فهمها واللي ما فهمهاش ما فيش مشكله. خلاص؟ بس انا لما تثبته مره خلي بالك اقول لك على حاجه. واعرفها كده وخدها في اعتبار اي قانون لما تثبته مره حفظه بيبقى سهل بالنسبه لك. انما لو انت اخدت قانون دش كده مره واحده وانا حطه لك على السبوره كده مره واحده هتنساه. كل شويه محتاج تحفظه كل شويه محتاج تحفظه فتحس اصلا والديناميكا كلها قوانين. يعني كل درس دي الرولز بتاعته تحس ان الرولز عندك كتيره فتقول الله ده الماده كده ساحت مني. لا هي ما بتسحش منك. انت لما بتثبت كل قانون كده كل مره اثبته بس يعني اثبته كده وانت بتذاكر مره واحده هتلاقي في الاخر خلاص في الاخر انت مش محتاج اصلا تحفظه بقيت حافظه بقيت عارفه لان اللي بقى عندك ده هو 6 دوت في الاي سي. خلص الكلام. خلاص يا حضرات؟ طيب العجله العجله عندي هفضل لما فاضل ده ده حسب ضرب دالتين ده حسب ضرب ثلاث دالات ثلاث دوات خلاص في الاخر النهايه خالص هيطلع عندك ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت سكوير في اتجاه الاي ار زائد هنا 2 ار دوت زيتا دوت زائد ار زيتا دبل دوت في اتجاه الدي سي. انا عايز اديك ده هوم ورك. ده كده تعمله انت هوم ورك بنفس الطريقه اللي هو موجود في الكتاب تفهمه مجرد تفهمه مش عايز لك اكتر من كده. للي حابب للي عايز للي مهتم انت مش قادر خلاص وهتحفظه مفيش مشكله اوكي كده كده مش حاسبك غير على ايه؟ غير على حفظ. يعني انا متفق انت لما تبقى تحل مسائل عليه لازم ايه اللي انت اللي انا عايزه؟ تبقى عارف الفي كقانون وعارف العجله كايه؟ كقانون. في مشكله حضرتك كده؟ حد عنده مشكله في ده؟ تمام؟ يبقى لما اجي اقول لك مركبه السرعه في اتجاه الار هتقول لي هي ار دوت. لما اجي اقول لك مركبه السرعه في اتجاه سيتا تبقى عباره عن مين؟ ار سيتا دوت. مين هي السيتا دوت ومين هي الار دوت؟ هي تفاضل كل منهم بالنسبه لمين؟ للزمن. لما انا اقول لك ار دبل لما انا اقول لك فين مركبه العجله في اتجاه الار؟ يا اللي بتتكلم ولابس تيشيرت زيتي هتبقى عباره عن ار دبل دوت ناقص ار سيتا دوت سكوير. يبقى لما اقول لك مركبه العجله بتبص ورا ليه؟ لما اجي اقول مركبه العجله في اتجاه الاي ار يبقى بقول انا بقول لك هي دي القيمه كلها. تقول لي ان الاي ار بتساوي ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. لما اقول لك انا عايز مركبه العجله في اتجاه السيتا يبقى عباره عن 2 ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا دبل دوت. الار السيتا دبل دوت هي الانجلر اكسلريشن. السيتا دوت هي مين؟ الانجلر فيلوسيتي هي السرعه ايه؟ الزاويه. خلاص كده حضرتك؟ في مشكله؟ طيب يبقى انا لما يجي السؤال يبقى هو ده اللي انت لازم تعرفه. ازاي اجيب العجله؟ ازاي اجيب ايه؟ السرعه. يبقى انت محتاج تحفظ القانون ده ومحتاج تحفظ القانون ايه؟ ده. في مشكله كده حضرتك؟ طبعا انا لو انا حاجه مش ثابتها لك هجيبها لك انما طالما انا اثبتها يبقى انت لازم تحفظه. خلاص كده متفقين؟ مش تحفظ الاثبات تحفظ القانون يعني. طيب نروح لاخر نوع من الاحداثيات اسمه ايه؟ النوع الثالث اسمه تانجنشال ان نورمال كومبوننت او كوردينيت. على نفس الرسمة أنا عندي المحامي
عند نفس البارت كده. ان عارف الاي ار عمود على مين؟ على الاسم. بالنسبه بقى للتنجنشال يبقى انا عايز المماس لمنحنى هسميه الاي تانجنت. ودايما يبقى الاي تانجنت ده اليونت فيكتور بتاعك في اتجاه مين؟ التانجنت في اتجاه المماس. حلو الكلام؟ طيب وفي الاتجاه العمودي عليها هتبقى اسمها مين؟ الاي نورث. يبقى انا عندي هرسمها الرسمه هنا بس هرسمها بره عشان تبقى انضف شويه. يبقى انا عندي كده ادي المنحنى. البارتكل بدا من هنا، الجسم بدا من هنا، الجسم بدا من هنا، راح لمكان ما. يبقى المماس للمنحنى بسميه اي تانجنت. اتجاه الاتجاه بتاع اي تانجنت فين؟ مع اتجاه الحركه. مع اتجاه ايه؟ انما دايما الاي نورمال يبقى للداخل. مع اتجاه التقوس بتاع المنحنى. يبقى ده الاي تانجنت، ده مين؟ الاي نورمال. الاثنين طبعا عمودين على بعض. مين الفاريبلز بتاعتي اللي انا بعتمد عليها؟ الاس طول المنحنى والرو نص قطر الانحناء. الراديوس اوف كيرفتشر. يبقى انا بعتمد على الاس ومين؟ والرو. يبقى هنا كده اس الفاريبلز اللي انا بشتغل عليها اس ورو. طيب الرو دي بتيجي ازاي؟ بتيجي من هنا. ما هو بدا من هنا لما انا اوصل للمركز بقت زاويه اسمها ابساي. يبقى عندك الاس بتساوي رو في مين؟ يعني الرو بتساوي تغير المسافة عن تغير مين؟ الزاوية. يعني الرو عندي كده بيساوي تغير المسافة اس على تغير مين؟ الزاوية. جت منين؟ ان انا عندي ان الاس بتساوي الرو في مين؟ في الابصار، القانون القديم بتاع اعدادي ده. فبالتالي عندي كده الرو بس بقى تغير الاس بنسبة تغير مين؟ الزاوية. في مشكلة في كده حضرتك؟ القوانين اللي انا بشتغل عليها عندي السرعة كفيكتور عبارة عن السرعة كماجنتيود كقيمة. دايما انا خلاص انا هشتغل على المماس، هشتغل على مين؟ على التانجنت. لما هشتغل على التانجنت كل مرة انا بوقف فيها الجسم او عايز اقيس عن مكان معين اتجاه الحركة فين؟ في اتجاه المماس. يعني انا عندي جسم بيتحرك كده، الجسم ده بيتحرك فوقفته هنا، ده كده اتجاه الحركه بتاعته في اتجاه مين؟ التانجنت. يبقى السرعه عندي انا عارف اتجاهها مكانها فين. دايما السرعه في اتجاه مين؟ يبقى في الحاله الثالثه دي دايما السرعه موجوده عندي في اتجاه مين؟ المماس. بقت عندي هنا في في اتجاه الاي تانجنت. يبقى الفي دوت اللي هي العجله هتبقى ماشي، والفي ده عبارة عن اس دوت. مش هو مشي مسافة اس على المنحنى؟ فبالتالي تفاضل المسافة دي تديني مين؟ السرعة اللي على المنحنى. يبقى الفي هي مين؟ اس دوت. يبقى العجلة بقى تفاضل ده حاصل ضرب دالتين. يبقى هنا دي الاس دبل دوت في اتجاه الاي تانجنت زائد اس دوت في تفاضل التانجنت بالنسبة للزمن، هيطلع هو نفسه الدلتا سيتا، هيطلع سيتا دوت، هيطلع الماش ده، هيطلع عندي الدي في الاخر دي اي دي اي تانجنت عباره عن دي. انا عندي هنا ابساي في اتجاه الاي نور، هيطلع عندي كده في الاخر. طب لما هو ده بالنسبه للزمن بقى عندي هنا دي تي وعندي هنا دي تي. لما اخد قاعده السلسله بالنسبه للاس بقى الدي ابساي بالنسبه للدي اس في دي اس بالنسبه للدي تي في اتجاه الاي نورمال. الدي اس بالنسبه للدي تي هي الاس دوت، والدي ابساي بالنسبه للدي اس هي الواحد على مين؟ على رو. طب واحنا في النهايه بتساوي اس دوت في اس دوت، بقت اس دوت سكوير على الرو
في اتجاه الإيمان. برضو هنحتاج تحفظ لي ده، ان تبقى عارف ان العجلة في اتجاه التانجنت الاس دبل دوت، والعجلة في اتجاه النورمال هي الاس دوت سكوير على الرو، بنفس الصيغة بالشكل ده، بس هتبقى اي ار تبقى ايه اي تانجنت، والاي ار داش والاي سيتا هي الاي نورمال، هيطلع في الاخر عندك الدي اي تانجنت بتساوي الدي ابساي في مين؟ في الاي نورمال. هتفضل ده بالنسبة للزمن، بقى الدي اي تانجنت على الدي تي بتساوي دي ابساي على الدي تي في الاي نورمال. هستخدم قاعدة السلسلة على الدي اس، يبقى دي ابساي على الدي، لان انا ما بشتغلش على دي ابساي على الدي تي، عايز اعمل ابساي خالص، عايز اس ورو بس، يبقى دي ابساي على الدي اس في الدي اس على الدي تي، دي اس على الدي تي هي الاس رو، دي ابساي على الدي اس هي الواحد على مين؟ على الرو. فبالتالي بقى بتساوي اس دوت في اس دوت اللي كانت موجودة عند القديمة، اس دوت سكور على مين؟ على الرو. في مشكلة كده؟ زاوية سيتا سيتا، بس انا بقول لك سيتا يبقى وتتلخبط ما بين السيتا اللي هنا والسيتا اللي هنا، بقى اسمها سيتا واسمها ابسط، يعني ممكن اقول لك فوق، بس احنا واحد واحد رموز يعني على كل واحد لوحده، يبقى هنا اكس واي، هنا ار وسيتا، هنا اس ورو، ورو فيها ابسط. خلاص كده احضرت؟ يبقى انا لما احل المسائل بتاعتي، احل المسائل اللي انا عايز احلها، عايزك تعمل ايه؟ تبقى عارف قوانين في الكارتيزيان، قوانين في الريد في البولا، القوانين التانجنشال والنورمال. خلاص يا حضرات؟ اتفضل. الاكسلريشن في اتجاه مين؟ ده يعني؟ لا الريجرال عليه ايه نورمال؟ نورمال. ماشي. بالظبط. خلاص ماشي، يعني هو بص هي دي العجله المركزيه، ادي العجله المركزيه. فكرت مثلا الجسم ده ماشي على ارك مثلا بالظبط. في مشكله في كده؟ حد عنده يا حضرات في القوانين دي اي مشكله؟ ادنى مشكله؟ طيب ركز بقى معايا، لان انا وانا بحل هلاقي ناس تحل معايا. وطبعا انا هساعد. خلاص ماشي؟ اول سؤال هنبدا نحله هو سؤال رقم 7. عندكم في ناس بتستسهل الامور وفي ناس بتتعب وبتشتغل. خليك دايما من المهندس اللي يحب يتعب ويشتغل، حتى لو هيحصل عايز يجيب معلومه معينه، ما تجيبهاش بالسهل، ما تجيبش المعلومه سهله، لو جبتها سهل تروح سهل. دايما لما تتعود تجيب المعلومه، انا قلت لك كل المعلومات باختصار مثلا جبتها لك بنسبه لسه حل شويه سؤال، يعني ده كله انت تحس نفسك تايه. لما نحل الاسئله كلها هتعرف ان الموضوع مفتوح وتافه ومش شايف فيها مشكله. انا عايزك بقى انت لو انا بشرح ومفيش حاجه مش عارفها ما تعديهاش، مش مقتنع بيها ما تعديهاش. وقفني كده ارفع ايدك وامشي دعم زميلك، ما تستهونش بالسؤال بتاعك ممكن انا ما اعرفوش اصلا. اسالني فيه بقى. خلاص يا حضرات دي حاجه، يبقى انت كده بتجيب المعلومه بنفسك بتتعب عليها، انا هجاوبك عليها. في معلومه انا ما قلتهاش وانا بشرح، حاول تجيبها برضو، حاول تجيبها مش عشان خاطر هتيجي في امتحان، لا انا قلت لك الامتحان انا عايز منه ايه؟ 1 2 3. انما تجيبها ليه؟ عشان خاطر انت لما تيجي تذاكر تحس ان العمليه ما هياش مش سهله وبنفس الوقت مش صعبه. الامتحان على فكره هيبقى ما تقلقش من الامتحان، وانا بحل كده اقول لك الامتحان هيبقى عامل ازاي. خلاص حضرتك؟ وده مع كل دكتور على فكره بيخش لك بيقول لك الامتحان عامل ازاي. فخلي بالك من حاجه زي كده. طيب السؤال رقم 7. مش عايز حد يتكلم بعد اذنك. هو بيقول لك ايه؟
بيقول لك الجسم يتحرك على مسار دائري. الار ايكوال تو اي كوزين سيتا. The particle has no acceleration in direction of the origin to the origin. يعني الجسم ده ملوش عجلة في اتجاه مين؟ في اتجاه الأورجن. ده معناه ايه؟ انا عندي الجسم اهو، عندي عجلة في اتجاه الار مع اللي عرف لي ده في اتجاه الايه والسيتا. الار والسيتا ان هو قال لي علاقة المعادلة المسار اللي بتحرك بيها ار وايه؟ ار وسيتا. حلو الكلام ده؟ فبالتالي بقى انت عندك، انا عرفت ان الجسم بيتحرك على الراديال اند ترانسفيرس كوردينيتس، حرك على ايه؟ على الاحتساسيات دي. ليه؟ لان هو لما اداني، لما اداني الار ادهاني علاقه معادله مسار بتحكم الاثنين ار وايه؟ وسيتا. في مشكله في ده كده؟ طيب ماشي. لما يقول ان بارتكل هاز نو اكسلريشن ان دايركشن او ان زي ما هو قالها الصيغه بتاعتها towards the origin، في اتجاه مين؟ في اتجاه الاوريجن. يبقى ده معناه ايه؟ ان هو ملوش عجله في الاتجاه ده. يعني عندي مين العجله اللي في الاتجاه ده؟ احنا سميناها مين؟ العجله اسمها ايه؟ ايه 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 ار. فبالتالي انا عندي ده كده اختصار الكلام ده، ان العجله في اتجاه الار، العجله في اتجاه الاي ار ايكوال ايه حضرتك؟ زيرو. طب مين العجله اللي في اتجاه الار؟ ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. يبقى انا عندي ده كده بيساوي ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. فبالتالي انت كده لما تيجي تقرا المساله بقراها بترجمها واحده واحده بوصل للي انا عايزه. ايه اللي هو عايزه بقى؟ خلاص ده كده المفتاح بتاعي، ده الكي بتاعتي اللي انا هشتغل عليه. طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل ان السيتا دبل دوت الريكوست بتاعتي، عايز اوصل ان السيتا دبل دوت بتساوي ماينس 2 سيتا دوت سكوير دي منسيه في الكتاب كوتان سيتا سكوير دي منسيه في الكتاب. خلاص كده حضرات؟ تمام دي؟ تمام. طب هشتغل ازاي؟ هقول له بما ان ان البارتكلز هاز نو اكسلريشن توورد ذا اوريجين، اذا الاي ار ايكوال زيرو، اذا الار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير ايكوال زيرو. يبقى انا محتاج اجيب الار مين؟ الار دبل دوت. هجيب الار دبل دوت ازاي؟ ان انا فاضل ده كام مره؟ مرتين بالنسبه لمين؟ يبقى عندي كده ار عباره عن 2 a كوزين سيتا. لو حبيت اجيب الار دوت هتبقى عباره عن ايه؟ 2 a ساين سيتا بالماينس في سيتا دوت. حد عنده مشكله في التفاضل ده؟ اظن مفيش مشكله. لو حبيت اجيب الار دبل دوت يبقى الفاضل ده حسب ضرب دالتين، عندي سيتا دوت وعندي ساين سيتا. ماينس 2a كوزين سيتا سيتا دوت 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 سيتا سيتا دوت سكوير. حلو. طب مكان زائد ناقص بقى، خلي دي بره، زائد هنسميها ساين. يبقى عندك ساين سيتا
في مين؟ باب القط. حلو، انت معايا برضه. هعمل بعد كده ايه؟ انا كده جبت الار قط والار ايه؟ دبل قط. هعمل بعد كده ايه؟ انت مش معايا اصلا من الاول. هعمل بعد كده ايه؟ اللي جنبك. مش فاهم ايه؟ تعالى هنا. مش فاهم ليه؟ مش فاهم المسألة. هو بيقول لك ان انا عندي جسم بيتحرك على مسار دايرة. على مسار ايه؟ دايرة. الارض بتاعته، الارض مش نص قطر دايرة. الارض دي اللي بيسها من البول، من الاورجن. عبارة عن ايه؟ تو ايه كوزين مين؟ كوزين سيتا. حلو؟ يبقى انا عرفت ان المسألة دي في الارض والسيتا. تمام؟ بيقول لك البارتكل هاز نو اكسلريشن توردز ذا اورجن. البارتكل ده ملوش عجله في اتجاه مين؟ الاورجن. اتجاه الاورجن يعني في اتجاه مين؟ ده الاورجن. ده كده العجله في اتجاه الاورجن. ملوش عجله في اتجاه الاورجن، يبقى ده بيمثل عندي ان العجله في اتجاه الار ايكوال زيرو. من القانون بتاعي العجله في اتجاه الار اللي هي دي ار دبل دوت ناقص ار ست دوت سكوير. ده كده الاي مين؟ الاي ار. يبقى لما يقول لي هاز نو اكسلريشن توردز الاورجن يبقى الاي ار ايكوال مين؟ اجيبها من القانون تبقى عباره عن ار دبل دوت ماينس ار ثيتا دوت سكوير. ما هو القانون اهو. ده كده الاي يعني ده كده يمثل لي الاي ار. ده كده يمثل لي العجله في اتجاه سيتا. ده يمثل لي كده الفي في اتجاه الار. ده يمثل لي كده السرعه في سيتا في اتجاه السيتا. تمام كده؟ بس. حلو؟ يبقى ده كده جاي منين؟ من القانون. ليه بيساوي زيرو؟ هو اللي قال لي في المساله. طيب انت محتاج مين؟ محتاج ارض. محتاج ان انا اطلع اثبت ده. ده المطلوب اثباته. يعني محتاج العلاقه النهائيه تبقى في سيتا دوت وفي سيتا. حلو الكلام؟ فبالتالي انت عندك الارض بالدوت انا مش لازم اعرف عنها. طب فين الارض؟ فين الارض؟ ادي الار اهي. اجيب منها مين؟ ار دوت. واجيب منها مين؟ الار دبل دوت. في مشكله في ده؟ وبعد كده اعمل ايه؟ المفروض لا ما انت ما تتكلمش بعد التالت غلط. انت بقى المفروض اعمل ايه؟ استخدم اللي طلع لي. مش ده الشرط اللي هم دول؟ ده المفتاح. ده المفتاح اللي انا عايز احل عليه. عوض عن الار دبل دوت وعوض عن الار وعوض عن ست دوت. ست دوت انا عايز نفس دوت. يبقى عوض عن الار دبل دوت وعوض عن مين؟ بس يعني دي من ثلاث تفكير يا حضرات. ده تفكير بس. ركز بس معايا. مش هخليك تمشي. هسالك كل شويه. فبالتالي عندك هنا الار دبل دوت اهي يبقى ماينس 2a افتح براكت كوزين سيتا في سيتا دوت. ده بقى دي النوعيه اللي بتكلم عليها. انت ليه مستسهل الامور؟ عايز تمشي ليه؟ مش فاهم؟ لا وقفت ولا انا مش فاهم؟ ركز. مش موضوع بقى ان انا ممكن واحد بيصور ورق انا ممكن اخدها على اشوفها من اليوتيوب. لا برضه جيبها انت بنفسك. ما تستسهلش المواضيع. برضه ما تستسهلش الادوات. لازم تفهم كل حاجه انت بنفسك. وقف لي انا مش فاهم اشرح في حاجه اكتر من كده. بالتالي عندك الارض بالضبط يبقى ايه الكويشن؟ هنسميها ستار. يبقى فروم ستار من هنا كده من الكويشن ستار بقى عندك ماينس 2a الارض بالضبط اللي هي دي كلها ارض بالضبط يبقى كوزين سيتا في سيتا دوت سكوير زائد ساين سيتا في سيتا دبل دوت ماينس الار اللي هو مديها لك جيفن 2a في كوزين سيتا وهضربها في مين؟ اللي هي ناقص ار سي دوت سكوير. دي كده فيها مشكله يا حضرات؟ لحد هنا كده حد مش فاهم؟ حد عنده مشكله هنا؟ طب بعد كده هعمل ايه؟ انا عايز اجيب سيتا دبل دوت بس لوحدها في طرف. فهم اول حاجه هقسم على 2 ايه؟ ده 2 ايه يروح مع 2 ايه؟ يروح مع الزيرو. بعد كده عندي هنا ناقص كوزين سيتا في سيتا دوت سكوير. ناقص كوزين سيتا في سيتا دوت سكوير تبقى ناقص 2 كوزين سيتا في سيتا دوت سكوير.
ناقص ساين سيتا في سيتا دبل دوت. هودي ده الناحيه الثانيه بشكل مخالفه بقت يساوي، هقسم على الساين سيتا بقى الكوزين على الساين هو مين؟ هو الكوتين. مساله عندك حد حضرات عنده مشكله في المساله دي؟ قاعد يعني ورا النضاره عندك مشكله فيها؟ لو بتسال حد عنده مشكله حضرتك اتفضل. هو دكتور ازاي برضه بيموقع لو ده سيركل وهي اصلا السنتريفتا الاكسليشن بيساوي زيرو وانا عندي ده السنتريفتا الاكسليشن؟ مش احنا قلنا السنتريفتا الاكسليشن مش موجوده عندك في حاله التنجيشن والنورمال بس. اوكي؟ ان اللي هي رايحه لمين؟ للمركز. دي احنا بنقولها عدم مركزيه، رايحه للمركز المنحنى مش رايحه للاورجن. يعني السيركل هنا مش الارض، هي نص القطر. تمام ماشي كده. ما قلتها في الاول عشان عارف ان حد يسال فيها. الارض اللي انا بقصدها دي هو بيتحرك على دايره، بس مش الارض هي نص القطر. الارض بتقيس من الاورجن ما بتقيسش من المركز. لو بتقيس من المركز يبقى انت عندك حق. في مشكله كده؟ طيب السؤال اللي بعده حضرتك، الصف ده كده يسحب شويه عشان خاطر اساله كتير. السؤال رقم 8 بيقول لك ايه؟ بيقول لك if the radial and transverse components، يعني هو خصص لي، هو قال لي radial and the transverse component of the velocity لمين؟ يبقى هو يقصد مين؟ ال V في اتجاه ال R وال V في اتجاه مين؟ يبقى يقصد لك كده ال V R. اكتب السؤال لحضرتك ولا مفهوم ولا بشرحه؟ نعم؟ اكتبه؟ if the بس باختصار طبعا radial and transverse component of the velocity is او r ar square و 2 ar square respectively بالتتوالي بالتوالي. بيقول لك ايه المطلوب الاول؟ هات العجله في اتجاه الار والعجله في اتجاه السيتا. المطلوب الثاني هات الايكويشن اوف باث معادله المسار لما الار بتساوي ايه كانت السيتا ايكوال زيرو. لما اجي اقول يا باشمهندس ابو قلم اخضر ده، ايوه انت ما تفهمش غير انا بحضر لبسه خضر فاهم؟ هبدا ازاي؟ ايه هو اول حاجه رقم واحد لما احل المسائل دي؟ عندي اقول انا بتحرك في انهي احداثيات؟ طيب في الار والسيتا، في الاكس والواي، ولا في الاس والان والتي؟ ار وسيتا. حلو قوي. طيب ايه هو بقى المعلومات اللي مديها لي؟ ايه السؤال؟ ان السرعه في اتجاه الار بيساوي كذا، والسرعه في اتجاه السيتا بيساوي كذا. يبقى ايه هو الجبر اللي مديهولك؟ برافو عليك. مجرد ما تقول الجبر ده برافو عليك، انك تقول لي ان الفي ار هي الاي ار سكوير، وانك تقول ان الفي سيتا هي 2 اي ار سكوير، يبقى شكرا برافو عليك. طيب مين اروح للقانون بتاعي؟ مين هي الفي ار؟ اروح اروح كده هي مين؟ ار دوت. ما انا مش عايز الاي ار، ما دام في اتجاه الار يبقى ده كده هو الار دوت. ومين اللي في اتجاه الاي سيتا؟ ار سيتا دوت.
ده كده في مشكلة؟ يبقى ده كده الجبن واقف على كده. طب انت عايز مين؟ عايز احسب الـ AR؟ العجلة في اتجاه الـ R والعجلة في اتجاه مين؟ الثيتا، صح كده؟ مين العجلة اللي في اتجاه الـ R؟ بتساوي ايه قانونها؟ R دبل دوت ناقص R ثيتا دوت ايه؟ يبقى اقول له كده الـ AR من القانون عبارة عن R دبل دوت ماينس R ثيتا دوت سكوير. ده قانون حلو كده. بقى انت هتعمل ايه؟ يبقى انت عرفت البدايه وعايز اوصل للنهايه بكده كل الجبن، هعمل ايه بقى؟ هتفضل مين؟ مش هفضل السرعه، هفضل مين؟ الار دوت هيديني مين؟ ار دبل دوت، والثيتا دوت موجوده عندي جبن، والار سيبها زي ما هي بدلالته، بس هتطلع عندك الانتج اللي انت عاوزه. تعال نجرب كده، تعال نجرب. يبقى عندك كده الار دوت هتبقى عباره عن ايه؟ انزل الاثنين اللي وراك بقى يقول لي افضل الار دوت ازاي؟ اثنين في اي ار زائد مين؟ بس مش بس برضه في الار دوت. ما انت لو مش عارف دول تبقى مشكله، لو مش عارف ازاي تفاضل، مش عارف ازاي تكامل تبقى مشكله. انا بفضل بفضل بالنسبه للزمن. طب ده زمن؟ لا ده مش زمن، بس الار ده في الزمن. ففضل بالنسبه للار تبقى الار سكوير ب 2 ار. وفضل الار بالنسبه للزمن تبقى ار ايه؟ بس انا مش عايزها في الار دوت، او مش شايل الار دوت من هنا احط مكانها يمين. ايه ار سكوير؟ في حد عنده مشكله تحت؟ حد عنده مشكله؟ شايفين يا جماعه؟ اكتبها بس، اكتبها الاول. فبالتالي عندك هنا بتساوي 2 في ايه هنا؟ ايه بقت ايه تربيع؟ وار في ار تربيع بقت ار ايه؟ تكعيب. يبقى انت كده جبت مين؟ الار دوت. لا ار دوت دوت، الار دوت دوت، لا الار دوت دوت. اتفضل. خلاص كده حضرت؟ طيب نجيب بالمره سيتا دوت عشان نخلص. هنقسم على الار هتروح مع التربيع، يبقى سيتا دوت باتنين اي ار، يبقى سيتا دبل دوت تبقى اتنين اي ار دوت، واشيل ار دوت من هنا تبقى عباره عن اتنين اي سكوير ار سكوير بس. يبقى انا كده جبت مين؟ فاضل عشان لما اجي اعوض عن الار دبل دوت وسيتا مين؟ دبل دوت، ونكمل حل المساله. يبقى اذا هجيب الاي ار، بقى عندي الاي ار ايكوال ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. فلما تعوض عنه يبقى انا بعوض، يبقى انا اذا في عندي جيفن وفي عندي قانون بعوض فيه، بس عندي معطى في المساله وعندي مطلوب، المطلوب ده بكتبه بعوض فيه من مين؟ من المعطى اللي مكتوب. فبالتالي انت عندك هنا بقت بتساوي الار دبل دوت 2 اي سكوير ار كيوب ماينس ار في سيتا دوت سكوير اللي هي 2 اي ار سكوير. ده يديك هنا ماينس 4 اي تربيع ار تكعيب، وده هنا 2 اي تربيع ار تكعيب، تبقى ناقص 2 اي تربيع ار اي تكعيب. بالمثل هتطلع الاسم. في مشكله في كده حضرتك؟ طيب المطلوب الثاني، انا عايز معادله المسار، اجيب معادله المسار ازاي يا باشمهندس؟ ايوه اي حد، اي حد اجيب معادله المسار ازاي؟ ها؟ ها؟ المفروض ان عندك ده مين؟ ده ار دوت، يعني بقت داله في مين؟ يعني بقت دي ار على مين؟ على دي تي. وعندك هنا مين؟ يعني دي سيتا على مين؟ يبقى بقت معادله بارامتريه، كل من الار والسيتا داله في مين؟ في الزمن. فعشان اجيب معادله المسار بلغي مين؟ بعمل الهيت لمين؟ للزمن. فبالتالي انا ممكن واحد يقول لي نكمل ده بالنسبه للزمن، ونكمل ده بالنسبه للزمن، ونطير الزمن من طرفين. اه ممكن تطلع بس هتتعبك شويه. طب ايه الحل الاسلم والافضل؟ ان انا اخلي ده دي ار باي دي تي، وده هنا دي سيتا باي ايه؟ واقسم انا ار دوت على مين؟
تقوم الدين دي تروح مع مين؟ بيطلع المعادله كلها في الار والسيتا. يظهر له كده عشان اجيب معادله في المسار، هقسم الار دوت على مين؟ على سيتا دوت. بقى بتساوي دي ار على مين؟ على دي سيتا. ازاي؟ ده دي ار على دي تي وده دي سيتا على دي تي. دي تي يروح مع دي تي، بقى دي ار على مين؟ على دي سيتا. ده بتساوي الناحيه الثانيه الار دوت اللي هي اي ار سكوير، والسيتا دوت هي 2 اي ار. الاي تروح مع الاي والار تروح مع السكوير، بقى بتساوي ار على مين؟ على الاثنين. بقى عندك كده، ده احنا سميناه ديفرنشال ايكويشن، معادله تفاضليه. من الحاله بسيطه جدا بعمل فيها ايه؟ بتعمل كده علامه الاساوي الجنبين اللي عندك، جنب فيه الفاريبل الاول والجنب فيه الفاريبل الثاني. الجنب عليه متغير الاولاني والجنب الثاني عليه متغير ايه؟ يعني علامه الاساوي اهي. هنا في مين؟ الدي او. الناحيه الثانيه هتبقى فيها مين؟ الدي سيتا. هنا في او هقسم عليها اجيبها مع الار، هيبقى عندي هنا مين؟ نص. يبقى بحل المعادله دي ازاي؟ بحلها بفصل المتغيرات، سيبريشن فاريبل. انا عندي تو فاريبل، اجيب كل الارات مع الار مع الدي ار، كل السيتا مع مين؟ مع الدي سيتا، ونكمل الطرفين. يبقى انا عندي كده واحد على ار تكملها بين بلين ار، يبقى لين ار بقى بتساوي سيتا على مين؟ زائد السابق. السابق ده اجيبه منين؟ من الكونديشن اللي مديهولك، قال لك ار بتساوي ايه؟ كانت السيتا بتساوي زيرو، يبقى السي عندك بتساوي لين ايه؟ يبقى احنا عندنا هنا لين ار ماينس لين ايه بتساوي سيتا على الاثنين، تبقى لين ار على الايه بتساوي سيتا على الاثنين. خد اكسبنشن للطرفين، تبقى الار على الايه بتساوي هنا ايه اس سيتا على الاثنين. والله جبتها هنا وقلت لي سيتا بتساوي كذا واف صح. كملت ده وعملتها بالشكل ده برضه صح، كملتها كده صح، كملتها كده صح. يعني مجرد ما توصل هنا اخدت الدرجه النهائيه. السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لك قطار عربيه استرافلنج تتحرك الونج سيركلر كيرف، تتحرك على مسار دائري. السؤال ده مهم جدا. اتحرك على مسار دائري وقال لك السرعه بتاعته هنا. طبعا لما يديني السرعه ويقف ما يقولكش ده في اتجاه ايه، يبقى يقصد السرعه في اتجاه مين؟ المماس للمنحنى. خلاص كده؟ يعني هو لما يقول لك اكار استرافلنج الونج سيركل بار كير ذات هاد اريدس كذا اف اتس اتس سبيد سرعته بتساوي كذا، هو بيتكلم على السرعه كايه؟ كمحصله. واحنا اتفقنا ان البارتكلز اللي كان هنا مش اللي انا درسته هنا، مش هو نفسه اللي انا درسته هنا؟ مش هو نفسه اللي انا درسته هنا؟ يعني معنى ذلك ان محصله السرعه اللي هنا هي نفسها محصله السرعه اللي هنا، هي نفسها دي. فلما يقول ان السرعه هي كلها كده يبقى يقصد ايه؟ السرعه كايه؟ كمحصله. يعني معنى ذلك هو يقصد السرعه في اتجاه مين؟ التانجنت 16 متر على السنة. قال لك اند انكريزنج يونيفورملي بكام؟ بعجله 8 متر على الثانيه تربيع. يبقى ده يقصد بها مين؟ العجله في اتجاه التانجنت ولا العجله في اتجاه المماس؟ هو بيتكلم على مين؟ على ال 16، هي اللي بتزيد بايه؟ بانتظام. يعني معنى ذلك ان ال 16 دي اللي هي العجله السرعه المماسيه، فلما تزيد بانتظام يبقى يقصد بها العجله الايه؟ المماسيه. يبقى ده كده الفي كمحصله وده العجله في اتجاه مين؟ التانجنت. ده اول فكره عندك في مين؟ لان احنا على دي هنشتغل خمس افكار. خلاص كده؟ فبالتالي عندي هنا الاي تانجنت، هو عايز يحسب العجله كلها. بقت العجله كلها يعني انا محتاج الاي تانجنت ومحتاج الاي نورمال، يبقى الاي نورمال عباره عن مين؟ الفي سكوير على مين؟ على الرو. فين الفي سكوير اللي هو مديها لك جاهزه دي؟ يبقى 16 تربيع على الرو اللي هو مديها لنا في المساله 50 متر على 50، تطلع زي ما تطلع يبقى طلعت من هنا مين؟ الاي نورمال، وعندك من هنا مين؟ الاي تانجنت جيفن، فبالتالي اقدر اجيب العجله ايه؟ كلها. فيها في مشكله ده يا احمد؟ يا عم مشكله، اتفضل. مش فاهم. حلوه.
طيب الفهم من الاول ولا من حته معينه؟ من الاول يعني. من الاول هو بيقول لك ان انا عندي عربيه بتتحرك على مسار دائري بسرعه 16 متر ايه؟ طالما هو قال لي السرعه يبقى هو يقصد السرعه ايه؟ كلها. يقصد السرعه ايه؟ والوحيد اللي بيتكلم على السرعه كمحصله هو مين؟ التانجنشال والنورمال. وقال لك هي في اتجاه مين؟ التانجنت. حلو؟ يبقى انا هنا عندي 16 متر على الثانيه في اتجاه مين؟ في اي مكان انا رسمته. خلاص كده؟ فيها مشكله؟ بيقول لي ال 16 اللي هي السرعه دي بتزيد يونيفورملي، يعني بتزيد بانتظام برقم متر على الثانيه تربيع. يبقى يقصد بها عجله، بس انهي عجله؟ هل هي عجله مسيه ولا عجله نورمال؟ لا عجله مسيه. ليه؟ لان هو بيتكلم على ال 16 وال 16 في اتجاه مين؟ فتفاضل السرعه اللي في اتجاه المماس اللي هي كانت اس دوت ادتني العجله اللي في اتجاه مين؟ اللي هي اس دبل دوت. خلاص كده في مشكله؟ يبقى هو بيتكلم على مين؟ على الاس دبل دوت. في مشكله في ده؟ طيب بس يبقى بالتالي عندي الاي نورمال ده بتساوي انا عندي كده الاي تانجنت جاهز. يبقى عندي بي سكور على مين؟ على الاي نورمال بيساوي بي سكور على الرو. الرو هو كام عندك؟ والفي عند اللحظه دي كانت السرعه بتساوي كام؟ بس. طب لو هو قال لك في سؤال ان ده بيزيد ان ده بالسرعه وسرعه منتظمه يبقى الاي تانجنت بيساوي كام؟ يبقى الاي تانجنت عندك بيساوي صفر. ودي الفكره. السؤال رقم 13 ان هو بيقول لي ان ان العجله دي بتزيد بانتظام او لا مش عارف هي ولا لا ايا كانت. يعني لو قال لي ان السرعه ان مش العجله بتزيد بانتظام، لو قال لك ان السرعه بيتحرك الجسم ده بيتحرك بانتظام، فبالتالي عندك بقى الاي تانجنت ايكوال ايه؟ زيرو. خلاص كده المشكله في ده؟ تمام دي احرقت؟ طيب السؤال اللي بعده. نعم ايه؟ دي بجيب الاي نورمال؟ ما هو عايز العجله كلها محصله. السؤال اللي بعد كده نديك السرعه من 16 بقى مديها لك ان الفي بتساوي 3 تي زائد تي سكوير. نقرا السؤال، نقرا السؤال. بيقول لك اطار موفز الوب سيركل تراك ويز فيلوسيتي في بتساوي 3 تي زائد تي سكوير. حلو. ايه تاني؟ عايز يحسب ده مش بعد خالص. عايز يحسب العجله بعد ات او افتر تي ايكوال 3 سكند. عايز يحسب العجله بعد زمن تي بيساوي كام؟ 3 ثواني. في مشكله في كده؟ هل عنده مشكله في ده؟ الفرق بين السؤال الاولاني والسؤال الثاني ان السرعه مديها لك عند لحظه معينه، يعني هو معوض بالزمن دي فيها فرق ب 16. انما في الحاله دي الفي بقت هنا ايه؟ متغيره. فعشان اجيب العجله المماسيه اعمل ايه؟ هفوته. يبقى بقى عندي هنا مين؟ بما ان الفي متغيره بتساوي 3 تي زائد تي سكوير. فبالتالي عندي لما اقول العجله بتاعت المماس بقى التفاضل ده بالنسبه للزمن يبقى بيساوي مين؟ 3 في 1 زائد مين؟ 2 تي. يبقى انا جبت لما اقول له ات تي بتساوي 3 عوض هنا ب 3 بقى دي كله 7 في 3 يبقى الاي تانجنت ايكوال 21 متر على الثانيه. اهو كانت بالقبض قبض على الثانية تربيع. يبقى انت كده جبت مين؟ يبقى الحالة الأولانية كانت مديك الإيه ومديك العجلة. عند لحظة يعني كأنه معاه مش معناها إن الإيه هنا ثابتة. لا هو بيقول لك آت ذيس إنستنت يعني عند اللحظة دي يعني كأنه معوض بالزمن في مين؟ في السرعة فطلعت له 16 سؤال قبل كده. إنما السؤال ده هو مديلك هتغير بالزمن فلما أكملها أجيب المسافة اللي مشيها. لما فاضلها اجيب منها مين؟ العجله اللي هو بيتحرك بيها، العجله في اتجاه التربيع. في مشكله دي حضرتك؟ ده في مشكله، في مشكله يقول. طيب وايه تانجنت طلع؟ طب الايه نورمال؟ خلاص الايه نورمال هتساوي الدي سكوير اللي هو ده 3
تي زائد تي سكوير الكل تربيع على الرو. الرو مديها في المساله هنا 250 قدر. فبالتالي عامل هنا على 250 وعوض هنا التي بكام؟ بتلاتة. هطلع مين؟ الـ A normal. وعندك قبلها مين؟ الـ A tangent. يبقى انا جبت كده الـ A كلها. في مشكلة ده احفظ؟ اللي عنده مشكلة بعد اذنك. طيب كله بقى هطلع لي ورقة وقلم وهلمها ويكتب الورقة عليها اسمه وهلم الورقة. الورقة 13 نعم؟ ايه نورمال؟ مش ايه نورمال في سكور على روح؟ ايه نورمال في تربيع على مين؟ على روح. الفي تربيع عندي هي دي البي. اربعها. واسم على الروح هو نص الكور. طيب الزمن بقى عاوز دي بكام؟ بس. ايه؟ لا انا عندي الجروب ده. وانت برضه ماشي برضه حلم احلها برضه مش هغلط. نفس السؤال بس لا اختلاف. انا عملت ايه تاني؟ هو بيقول لك ان برضه نفس الكلام عندك باركل بتتحرك في مسار دائري الفي دوت بتاعته بتساوي 0.05 اس. مش اس ده سكن، اس ده بتعتمد على المسافه اللي بتتحرك. والفي نوت السرعه اللي بدأها بتساوي 4 متر على الثانيه. وهو بدا والاس نوت السرعه المسافه اللي بدا منها بتساوي 0. اوكي؟ احسب بقول لك تيرمن احسب its speed and acceleration. نعم اول واحده هكتب لك السؤال كامل احسن ماشي. حاجه ملول فبقول لك اترك ان سيركلر باث في مسار دائري having radius with radius 50 متر اللي يتناقش معايا يتناقش معايا انا. يعني السؤال ده مش هعلم عليه انت جاب الدرجه النهائيه. اللي مش فاهم في حاجه يرفع ايده ويقول لي انا مش فاهم حاجه معينه وانا ابدا له منين. يقول لك هنا فور شورت تايم ماشي كذا 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 انيشال سبيد 4 متر على السنة and ال S equal to its speed سرعته increased by V dot اللي هو مدهنة دي بس سرعته بتزيد يبقى ده يقصد بها العجل. طالما بيقول لي السرعه بتزيد يبقى يقصد بها العجل. لما يقول لي السرعه بتزيد يقصد بها ايه؟ العجل. خلاص يبقى الفي دوت بيساوي مين؟ الكلام ده. هو عايز يحسب بقى السرعه وعايز يحسب مين؟ الاكسلريشن.
لانه بيقول لي على مين؟ على سرعه. السرعه اللي بتزيد بالشكل ده. بمعنى ذلك لما اقول السرعه كلها بتزيد بالكميه دي بيقصد بقى مين؟ العجله في الثاني؟ الثاني. يبقى انا كده العجله في الاتجاه الثاني وعايز اجيب منها S. طيب ايه تانجنت دي؟ عباره عن مين؟ تفاضل السرعه بالنسبه لمين؟ بس انا مش هينفع اقول تفاضل السرعه بالنسبه للزحمه. ليه؟ ما عنديش انا زحمه. يبقى هتلاقي دي باي ايه؟ يبقى عندي هنا دي دي في باي دي اس بتساوي 4.05 دي اس. اقصد المتغيرات قدر مين؟ دي اس. دي اس هو كامل وشوف دي بتتغير من كام لكام والاس بتتغير من كام لكام وهطلع. حلو. الورقه ده انا هاخدها باسمك البرنش نمبر بتاعك رقم السكشن طبعا. ايه؟ ايه يا جماعه مش هنعمل يعني هات الورقه طبعا. ما كانش ده رقم خمسه. Thank you.
كم واحد حلها كده؟ كم واحد محلهاش؟ لا لا، اللي مش فاهمها خالص، انت مش فاهمها خالص صح كده؟ طيب، هو بيقول لك عربيه نقل بتمشي على مسار دائري، حلو الكلام؟ هو عمل بقى ينط كتير يعني بسرعه بريد سكان المسار ده، واللي بدأ من سرعة 4 متر على الثانية، يعني هو ماشي وأول ما جاء عند المسار كانت سرعته بسرعة 4 متر على الثانية، أول ما جاء عند المسار الدائري ده كانت سرعته بسرعة 4 متر على إيه؟ على الثانية. والإس اللي هو بداية المسار كانت إس بتساوي كام؟ زيرو. حلو الكلام؟ أولا أنت كنت فاهم المسألة اللي فاتت فاهمها صح؟ ولا دي كانت أول مسألة؟ دي أول مسألة. هو بيقول لك السرعة بتاعته يعني شوية كده ولا السرعة بتاعته بتزيد، سرعته بتزيد بالكمية دي اللي هي 5% اس، 5% مين؟ اس. دي معناها ايه؟ انا قلت لك طالما السرعة بيحصل لها تزايد يبقى دي العجلة، بس عجلة السرعة احنا اتفقنا اسمها مين؟ ايه تانجنت. يبقى انا بس بحطها لك في دوت عشان تلخبطك، يعني هو حطها لك في دوت في المسألة عشان يلخبطك، يشوفك انت عارف هل تزايد السرعه ده هو الاي تانجنت ولا انت تفتكرها هي الاي كلها؟ فاهم قصدي؟ فهمت قصده هنا؟ اللخبطه هنا في ايه؟ يبقى ده كده الاي تانجنت. هتشيل الاي تانجنت، ما انا عايز اطلع الفي. ايه العلاقه ما بين العجله والسرعه عند العجله؟ يا اما بتساوي دي في على دي تي، او في في الدي في على الدي اس. يبقى هو في الحاله دي رابط القوانين اللي انت خدتها في الريكلير مع التربلير، ومسائل الرابطه دي من المسائل المهمه جدا. يعني انا مش هجيلك على مساله خاصه الا بقى ممكن تبقى انت وحظك، بس اغلبيه المسائل المهمه اللي هي مسائل الرابط ما بين الشابتر على بعضه وما بين الكوردينيت مع بعضها، دي اهم مسائل في الشطر. خلاص كده؟ فبالتالي انت عندك هنا انا هشتغل على دي ولا هشتغل على دي؟ لا انا هشتغل على دي. طيب ليه؟ لان انا عندي هنا في مين؟ اس. اكتبها ازرق عشان بس تبقى واضحه. عندي هنا في اس. تمام كده؟ طيب ده الكلام بيساوي 0.05 في الاس. هضرب في الدي اس دي، يبقى هنا بقى في دي اس وده راح خلاص. اكمل الطرفين. الفي بدا من كام؟ من 4. راح لمين؟ لفي اللي انا عايزه. والاس بدا من كام؟ من 0 راح ل 10. هتعرف تكمل ده ولا مش هتعرف؟ في مشكله؟ التكامل المحدد عند حد بتسبب له مشكله؟ خلاص كده تمام؟ طلعت معاك الفي بتساوي 4.53. طلعت انا الفي بتاعك، في مشكله في كده؟ لما اجيب الاي نورمال بقى عندي الاي نورمال عباره عن بي سكوير اللي انت جبتها دي على الرو اللي هو مدالك في المساله. يبقى ده الاي نورمال. طب والاي تانجنت اللي هي دي؟ عوض بس الاس ب 10. مش هكتب الاي تانجنت؟ انا عايز اعمل اس بكام؟ ب 10. يبقى عاوز بس الاس هنا بكام؟ ب 10 بس. نعم. ايه؟ الروم اديهالنا 50. ايه؟ نعم؟ الفي طلعت 4.5. 4.58. معايا كده يا باشمهندس؟ يبقى هنا انا الليله دي كلها ما انا عندي الاي نورمال عباره عن بيسكور على الليله دي كلها عشان اجيب الفي اللي في اتجاه النماس اقسمها على اربعها واقسمها على نص النص طالع منها مين؟ الاي نورمال. يبقى في الثلاث مسائل اللي انا قلتهم لك اللي فاتوا بلعب على الفي عشان لما اعوض فيها طلع مين؟ مرض ثلاث مباشره ربحتها وقسمتها، مرض ثلاث دلت العجله دلت في الزمن كمان او كانت حاجه زي كده يعني، وكانت السرعه ده انا في الزمن جبت العجله في اتجاه المماس فضلتها وهكذا. خلاص كده؟
والمره الثالثه ادالك كعلاقه في الاس. في مشكله في كده؟ يبقى كل الليله في ثلاث مسائل انك ازاي تجيب السرعه عشان اعوض فيها في العجله بتاعت النورمال اربحها واقسمها. او يبقى عندي العجله اجيب منها السرعه هكذا يعني. في مشكله في كده؟ تمام؟ طيب. طيب الايه تانجنت؟ انا عايز عند الاس ب 10 بقى بتساوي 4.05 في 10 يعني بتساوي 5 من 10. الايه تانجنت؟ هتساوي 4.05 في الاس اللي انا عايزها مكانها كانت بتساوي 10. يبقى بتساوي 5 من ايه؟ يبقى انت كده جبت الايه تانجنت جبت كده مين؟ وجبت السرعه اللي هي السرعه. في مشكله في كده؟ حلها بقى عشان تروح الدنيا دلوقتي. نعم؟ الجهاز بتاعنا الجهاز بتاعنا الجهاز المربع ده ولا مربع ده؟ خلاص كده حضرتك؟ اه يا عم من اهم الاسئله بقى. يعني انا ده كله عشان يختمنا على السؤال ده. قلنا على الكلام. السؤال رقم 14 واخر سؤال معانا في المحاضره ان شاء الله. حد محتاج ده؟ يقول لك اد بوتل بوتل اوف اللوب. يعني عندي كده لوب في القاع بتاع اللوب ده قاع اللي هو اخر حته فيه دي اللي بيحصل اد بوتل اوف اللوب ان فيرتيكال بلين. خلاص قلنا على الكلام ده يعتبر عندي الفيرتيكال بلين بتاعك اللي هو المستوى الرأسي. بقول لك اد ذا بوتل باخر القاع للوب للوب ده ان اير بلين طياره هاز هورزونتال هورزونتال يونيفورم فيلوسيتي. يعني ليها قوه افقيه منتظمه بتساوي 150. يبقى هنا معنى ذلك هنا ان انا عندي السرعه في اتجاه مين يا حضرات؟ اتجاه الرسمه موجوده الرسمه معطى يعني محدش فاكر ان انا اقول لك تفتكس الرسمه لا الرسمه موجوده. فهنا 150 متر على الثانيه. وطالما هي سرعه منتظمه استنتج من هنا ايه على طول؟ الاي في اتجاه التانجنت ايكوال ايه يا حضرات؟ زيرو. في مشكله بكده؟ في بقى رادار قاعد تحت كده وعمال يقيس الدنيا دي كلها. من اهم تطبيقات الدرس ده. فالرادار ده قاس عند الانستنت دي عند اللحظه دي فطلع له المسافه الافقيه معطى 1000 متر وطلع له الارتفاع 300 متر. حلو الكلام؟ طيب انا بالنسبه لي المساله كده كما اعتقد خلصت. هو عايز ايه؟ عايز يحسب الار دوت والثيتا دوت. هو قال لك اسمها ايه؟ اسمها الراديال فيلوسيتي يبقى ار دوت، الانجلر فيلوسيتي يبقى ثيتا دوت، الراديال اكسلريشن يبقى ار دبل دوت، الانجلر اكسلريشن تبقى ثيتا ايه؟ دبل دوت. في مشكله في كده؟ هو عايز يحسب دول. المسألة دي مهمة. طيب هحسبها ازاي؟ هو كده هيربط لك التانجنت مع مين؟ والنورمال مع الار والثيتا. ده المسار يبقى ده كده عند اللحظة هو القاع اللوب ده وده اتحرك افقي يبقى ده هنا الاي تانجنت. طيب دايما الاي تانجنت في اتجاه حركة. يبقى الاي تانجنت ده في اتجاه مين؟ اللي بتضحك ورا في اتجاه مين؟ الحركة. الاي نورمال ده عمود على الاي تانجنت. خلاص ارسم الحساب الثاني. يبقى عندي هنا اي ار اللي هي في اتجاه الار وعندي العمود عليها هو مين؟ الاي سيتا. وده كده اسمه ار وده اسمه سيتا. السيتا والار كان مودلس معروفين ولا مش معروفين؟ معروفين. السيتا هي كوزاي تاني سيتا دي تاني ده على ده سبت ده ماينس خلصت انت سكبت السيتا. الار الواحد يقول لي طب ما كده السيتا ثابته والار ثابته يبقى كده الدنيا خلصت؟ لا هو قال لك ات انستنت يعني عند مين؟
عند اللحظه دي، يعني هو يعتبر كله كان في التايم، وباللحظه اللي انا ما اعرفهاش دي عوض بيها طلع الارقام دي. فمش كده يا حضرتك؟ تمام دي؟ طيب هعمل ايه؟ يبقى ده هنا سيتا، يبقى ده هنا كده سيتا، يبقى ده سيتا. ليه؟ ده سيتا، ده 90 ناقص سيتا، ده عمودي على ده، يبقى ده سيتا. فمش كده يا حضرتك؟ طيب لما اجي اقول بقى انا عايز اجيب السرعه في اتجاه الار، السرعه في اتجاه مين؟ الفي ار، هتبقى عباره عن مين؟ 150 كوزين مين؟ يبقى 100، احلل 150 كوزين السيتا. يبقى لما احلل مش دي السرعه كلها؟ بكل السرعه كمحصله، لما احللها على الار تبقى تديني الفي ار، لما احللها على السيتا تديني مين؟ انا عندي الايه تمت بزيرو، يبقى ما عنديش غير عجله في اتجاه النورمال، عجله واحده بس. لما احللها في اتجاه الار تديني العجله في اتجاه الار، لما احللها في اتجاه السيتا تديني العجله في اتجاه السيتا. فمش كده يا حضرتك؟ اقولها ليه تاني؟ اقولها ليه؟ دي كل السرعه، السرعه كلها، واحنا اتفقنا ان السرعه ككل هي محصله السرعه دي، هي محصله مين؟ يبقى لو مديني السرعه كلها وعارف الانجل ما بين اي محاور من دول لما احللها، يبقى انا بجيب السرعه على مين؟ على المحاور. فانا بالتالي انا عندي هنا مين؟ عندي السرعه كلها اهي. ليه دايما في اتجاه السرعه كلها دايما في اتجاه مين؟ المماس، دايما كل السرعه في اتجاه مين؟ التانجنت. حلو كده؟ انما العجله في تانجنت وفي نورمال. تمام كده يا حضرتك؟ تمام. لما احلل السرعه دي كلها على زي ما كنت بقول ايام زمان، عندي قوه وعايز اجيب مركبتها في السيتا في الاكس ومركبتها في الواي، كنت اجيب الزاويه بتاع منها على الاكس واقول الاف كوزين سيتا تبقى هي مين؟ الاف اكس. الاف ساين سيتا تبقى هي اف مين؟ هي نفس الكلام. ادي السرعه لما احللها على الار تبقى تديني الفي اوف، لما احللها على سيتا تديني مين؟ الفي سيتا. في مشكله بتحصل؟ يبقى بالتالي عندي في ار هي 150 كوزين الزاويه دي. طب كوزين الزاويه يعني المجاور على مين؟ على الوتر. في مشكله في ده؟ طيب والفي ار هي نفسها مين؟ من القانون بقى الفي ار هي الار دوت. يبقى الار دوت بيساوي الكلام ده، يبقى انا عندي السيتا معطى وعندي ال 150 رقم، يبقى طلعت انا مين هنا؟ حد عنده مشكلة أو جاك طبيعي؟ عندك مشكلة تمام؟ فيها مشكلة دي؟ قول بس لو فيها مشكلة ولا لا؟ ما أنا عندي هنا دي سيتا، يبقى ده التناظر يبقى دي سيتا. بس فحللها هنا بقى كوزين سيتا. هتبقى على ده. خلاص كده؟ لما أحلل أنا 150 في اتجاه السيتا تبقى بالماينس. يبقى الفي سيتا هنا بتساوي ماينس 150 ساين السيتا. كان الفي سيتا القانون عباره عن مين؟ ار في مين؟ السيتا. ار في سيتا دوت. يبقى انا عندي هنا ار في سيتا دوت بتساوي الكلام ده، هقسم على الار اللي هو كذا كقيمه، هطلع من هنا مين؟ الفي سيتا. في مشكله كده يا طيب العجله، العجله عندك في اتجاه النورمال، يبقى الاي ار بتساوي حل بتاع الار بقت ايه نورمال؟ طب ايه نورمال هجيبها منين؟ في سكوير على نص قطر اللي هم دول في مصر. يعني عندي كده الايه نورمال موجوده، يعني عندي كده الايه نورمال هتساوي 150 تربيع على ال 3500. يبقى الايه نورمال عندي موجوده. ما خلاص جاهزه يعني، ده كده جميل يعني. لما تحللها على على الار بقت ايه ان ساين سيتا. طب والايه النورمال اللي القانون عباره عن مين؟ عباره عن ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. يبقى ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. انا محتاج اجيب ده، يبقى هعوض عن الار وهعوض عن السيتا دوت من المطلوب الاولاني ده، من الجزء الاولاني ده، وهعوض عن الساين سيتا انا عرفته، والايه نورمال انا عارف. ده كده في مشكله حضرتك؟ اللي عنده مشكلة يقول، السؤال ده مهم. فاللي عنده مشكلة يقول. في مشكلة يا حضرتك؟
طيب عشان نطلع سيتا ده بالضبط يبقى محتاجين نجيب الايه سيتا هيبقى عباره عن ايه احلل العلامه في اتجاه السيتا تبقى عباره عن ايه نورمال اللي انا عارفها دي سكوير على الرو كوزين مين كوزين السيتا والاي سيتا عباره عن ايه 2 ار دوت سيتا دوت 2 ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا دوت انا محتاج اطلع السيتا دوت بعوض على الاثنين موجوده ار دوت عندي من المطلوب الاولاني السيتا دوت عندي من المطلوب الاولاني ايه النورمال جبتها في المربع السرعه على نفس القطر كوزين السيتا عندي هطلع من هنا مين حد حضراتكم عنده مشكله طيب هل بس هيتم لي الورقه دي ولا الورقه مزيته ولا اللي مشي ده ما تديش ورقه عشان انا عارف ورقه اللي لسه ماشي ده ليه ما عندي باسم ايه ما برضه ما تديش ورقه كل السفره بتاخد الورقه ده نعم اللي عنده اي مشكله يجي لي بقى الورقه بتاعتك تجيبها لي بس اللي عنده أي مشكلة؟ يجي الورقة تعالى سلمها هنا وامشي